حضرتك من المتابعين الجيدين وأعمالك دايما بتقدم رسالة. حضرتك يعني إيه تعليقك على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين مؤخرا إنها جماعة إرهابية؟ هل شايف إنها تأخرت أو كان المفروض ده يتم من بدري؟ لا والله التصنيف ده ما هو كون يعني إن هو يطلع بصفة رسمية بالتأكيد ده اتأخر، لأن واضح من كل الممارسات لأن هذا التصنيف أعلن من غير ما يعلن بطريقة رسمية، أعلن من خلال الممارسات، فكون هو اتأخر يمكن الحاجات دي يعني لها ظروفها السياسية ولها كواليسها، لكن بالتأكيد الممارسات أعلنت من بدري قوي 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 عن هذا التصنيف. أكيد يعني اطلعت على الدستور كقارئ جيد وممثل مثقف نفخر به، يعني هل نعم للدستور أم لا؟ نعم 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 نعم. هناك دعوات لأن الفريق السيسي يترشح، فإيه رأي حضرتك في هذه الدعوات؟ هل هنكون سعداء لو هو أقبل على ده؟ لكن دي مسألته الشخصية يعني البحث.